ويكو تحطون فم الطارحة الحين كلهن. ابعد غادي عوض ابعد هنا استنى ابعد امسك عقرب هذا ناو شوكت هات اللغمين السم الاسود يا سوف سوف لحمة هذه أقرب حطها في النار قول أم خلاها تحمى لما تحطها تنحرق تحط حليب عليها وعدم تزعجي صح بس يكبر ما بيخاف منه يلا ماما داوم بس انت في الهزيل طلع يا عمكي لا تطلع على الكاميرا طلع يا عمكي تكلمي مع حنا معي بعد اشرح اه دي شوف اه شيليها عشان ما تكلمي مع البنات قولي لهم هذه اللي كانك بالدربيه هذه بتحط في القسطير هيك اول شيء تذبحها وتحطها في القسطير تحطها في النار بعدين لما احترقت ترضع عليها اطفال حمايه صدق كثير قوي عادي نتكيها حطها في النار شفت تخليها ساعة بعدين تطلعها منها شبي عليها شبي وتسمي دخول
يلا. ماشي ما تكملي.